تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا العرض الإخباري الموجز تصحبني فيه بلغة الإشارة عيشة متعلي. حطت على مطار نواكشوط الدولي مساء أمس طائرة تحمل آخر دفعات من الموريتانيين القادمين من جمهورية وسط إفريقيا. تكون هذه المجموعة من 70 مواطنا من مختلف الأعمار، تم نقلهم عبر طائرة تابعة للموريتانية للطيران. كان في استقبال الطائرة التي حملت على متنها أيضا مواطنين من جمهوريتي مالي والسنغال وزير العدل السيد سيدي ولد الزين والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالموريتانيين في الخارج السيدة أوا تانديا والأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد العالي متمنكوس ووالي نواكشوط السيد فارنغي سالي إضافة إلى السفير السنغالي في بلادنا. ضمن جولته الهادفة إلى إطلاق جملة من المشاريع التنموية، وصل المدير العام للوكالة الوطنية المكلفة بمحاربة آثار الاسترقاق والفقر وبالدمج ومكافحة الفقر التضامن السيد حمدي المحجوب إلى ولاية الحوض الشرقي. وكان المدير العام للوكالة قد أشرف أمس في مركز العويس الإداري بولاية العصابة على وضع حجر الأساس لمدرسة ابتدائية بغلاف مالي بلغ أزيد من 52 مليون أوقية، وإعدادية الأولى من نوعها في بلدية العويس بغلاف مالي يزيد على 50 مليون أوقية. انطلقت اليوم في مباني غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية فعاليات الاحتفال بأسبوع الفرنكوفونية الدولي، وقد تم تخريج التظاهرة هذا الأسبوع تحت شعار التنوع والتسامح والوحدة. وأكدت مداخلات المشاركين على أهمية الانفتاح على اللغات الأجنبية بغية تعزيز الحوار بين الثقافات والشعوب. حضرت انطلاق هذه الفعاليات رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية السيدة ماتي متحمادي وبعض الشخصيات الوطنية السياسية والثقافية. وبذلك نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذا العرض الإخباري الموجز من التلفزة الموريتانية. دمتم في أمان الله.